السلام عليكم. استيقظ سكان ولاية وهران صبيحة اليوم السبت على وقوع كارثة نادرة الحدوث وقعت بمنطقة أرزيو بذات الولاية. تابع الفيديو للأخير. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة بالحديث عن الأنبوب الذي انفجر في ولاية وهران وأغرق إحدى الشوارع بما فيها أصحاب السيارات. وحسب ذات المصادر فإن ولاية وهران شهدت صباح اليوم السبت انفجار أنبوب ماء تابع لإحدى الشركات، مما أدى إلى قطع طريق المؤدي إلى الشهيرية وباطوة وغرق العديد من السيارات، أين اضطر أصحابها إلى الصعود فوقها إلى حين وصول مصالح الحماية المدنية والتي قامت بالتدخل وإنقاذهم.